بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة العالمين. تكلمنا عن شروط صحة السعي بين الصفا والمروة، وبإذن الله نتكلم عن المستحبات أو المندوبات بالنسبة للسعي بين الصفا والمروة. أول شيء الطهارة، يعني يسن الإنسان طبعا يكون متوضئ ويكون طاهر من الحدث الأكبر والأصغر، لكن يجوز للحائض أنها تطوف بين الصفا والمروة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للسيدة عائشة رضي الله عنها لما نفست قالت وبكت وقال لها يعني ان ذاك شيء كتبه الله على بنات بنت ادم، ولكن افعلي كل شيء يفعله الحاج الا غير ان لا تطوفي بالبيت. فطبعا الحديث ده نص قاطع في انه يجوز للحائض والانسان اللي مش متوضي ان هو يطوف بين الصفا والمروه. الموالاه يبقى طبعا شيء، اول شيء مستحب طهاره. طبعا مستحب ان هو يمشي عند الناس اللي بتقول ان الركوب فرض او واجب، او ان السعي يبطل اذا كان الانسان ركب وهو غير قادر، وهو قادر على المشي. يعني احنا قلنا العلماء بعضهم قال لا يجوز للقادر على المشي انه يركب، انه السعي يبقى باطل. بعض العلماء قال يجوز ولكن يبقى عليه دم، يجبر هذا بدم اذا كان ما عندوش عذر. بعض العلماء قال انه جائز، كل واحد عنده دليل. قلنا الكلام ده في الفيديو السابق عن ارجع لشروط صحه السعي والطواف. لكن الناس اللي قالت ان هو مش واجب يبقى ده عنده يعتبر يخش في المستحبات. الحاجه الثالثه الموالاه بين الطواف والسعي، بمعنى ان هو ما يطوفش النهارده ويقعد خمس، لا يطوف، وبعد ما يطوف يسعى على طول. الرسول صلى الله عليه وسلم طلع من تخلص الطواف طلع على الصفا والمروه على طول. لكن في يعني ما نقول عن الامام احمد وغيره ان هو يجوز تاخير السعي الى الليل، اذا طاف النهار يجوز تاخيره الى الليل، اذا طبعا خصوصا اذا كان في عذر يعني. لكن اللي من السنن المستحبه ان الانسان يخلص الطواف حوالين الكعبه ثم يبدا على طول في السعي. بعد ما يسعى يصلي ركعتين في المقام، بعدين يشرب الماء زمزم، ثم يعود فيمسك فيستلم الركن. يعني الانسان بيستلم الركن أول ما يبدأ في الطواف في الكعبة، بعدين بعد ما يخلص الطواف بيستلم الركن كأنه بيودع الكعبة، بعدين بيذهب، بعدين بيسعى بين الصفا والمروة، بعدين ما بيخلص الصفا والمروة بيشرب بيسوق بيصلي ركعتين في المقام، بعدين بيشرب، ثم بعد ما يشرب ماء زمزم يرجع ويقول يرجع إلى يستلم يرجع ويستلم الركن. يعني الرسول كان بيعمل كنافة، في آثار حديث أن الرسول كان يرجع بعد ما بيشرب ماء زمزم يستلم الركن تاني. من السنن ايضا ان هو الصعود فوق الصفا والمروه. احنا قلنا ان هو انت واجب عليك انك توصل لغايه جبل الصفا وتوصل لجبل المروه، ولكن مستحب انك انت تحط قدمك عشان التاكيد انك وصلت. لكن من السنن ان الانسان يطلع فوق الصفا والمروه، يطلع فوق الصفا والمروه، بعد ما يطلع فوق الصفا والمروه يتجه بصدره ووجهه إلى الكعبة ويقول ثم يكبر ويهلل، يكبر الله أكبر، بعدين يهلل يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، صدق وعده أنجز وعده، أو صدق وعده ونصر عبده، أنجز وعده وصدق عبده، وهزم الأحزاب وحده وهزم الأحزاب وحده. ده دعاء مروي في الأثر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوله وهو واقف على جبل الصفا وجبل المروة. يعني توصل الصفا تطلع الصفا تطلع عليه تقف عليه وتدي ظهرك وتدي وشك للبيت الحرام بحيث انك انت تكون شايفه، ثم تكبر ثم تهلل تقول لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، انجز وعده وصدق وعده وهزم الاحزاب وحده. ده ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان بيطلع وهو كان سنه صغير، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحج الا هو فوق بعد الخمسين لما راح المدينه. فيسن الانسان يفعل ذلك اذا كان قادر انه يفعل ذلك يفعل ذلك. صحيح ان قوتنا مش زي قوه الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم كان قوه 30 راجل، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسن شيء الا واغلب الناس او معظم الناس تقدر تعمله، لأن الدين يسر، فلم يفرض يعني رب العالمين علينا شيء، ولم يسن الرسول صلى الله عليه وسلم علينا شيء
الا هو في مقدره اللسان الانسان العادي، وربما الاقل من العادي كمان. فكل المطلوب منه، فالانسان اذا كان قادر ان يرقى على الجبل الصفا جبل هو يرقى، لان دي سنه من السنن اللي تعتبر برضو مش ناس كتير ما بتعملهاش، السنن المهجوره، ويدعو بهذا الدعاء. من السنن ايضا ان هو الاسراع بين الميلين الاخضرين، كما روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال كان الصحابة يدعو ويهلل ويكبر، فإذا فرغ نزل من الصفا ويمشي حتى يكون بينه وبين الميل الأخضر، حتى يكون سعيه بين الميل الأخضر لفناء المسجد نحو، حتى يكون بينه وبين الميل الأخضر لفناء المسجد نحو من 6 أذرع. فلما يكون بينه وبين الميل الأخضر اللي هو موجود في الفناء حوالي 6 أذرع، فيسعى سعيا شديدا حتى يحاذي الميلين الأخضرين اللذين بفناء المسجد، ويكون يحاذي دار العباس رضي الله عنه، ثم يمشي حتى يصعد المروة. الميلين الأخضرين دول بيبقوا حاطهم هم دلوقتي عاملين علامات عشان الناس مش هتعرف فين يحاذي دار العباس، ومش هيعرف، عاملين بداية وبنهاية حتتين خضر كده، هم دول مسافة بينهم حوالي 80 متر، يعني مسافة بين الصفا والمروة حوالي 400 متر. المسافة بين الميلين دول حوالي 80 متر، هم دول اللي انت بتوصل في الاسراع جديد زي ما كانت السيدة هاجر بتعمل، وهي كانت بتسعى بالصفا والمروة. فدي سنة عن السيدة هاجر رضي الله عنها انها كانت تسعى بين الصفا والمروة، كانت تهرول تمشي ولما تصل الى المنطقة الميل الاخضر كانت تهرول ما ترجع تمشي تاني. عشان كده احنا الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا سنة عنها رضي الله عنها. ودي سنة للرجال فقط، المرأة مش مطلوب منها انها يعني تسرع بين الصفا والمروة. والعلماء قالوا انها لو كانت على جمال المفروض انها افضل منها انها تسعى بين الصفا والمروة بالليل عشان تبقى في ستر من الرجال، مش مطلوب منها انها تسعى وتجي تجري بين الميلين الاخضرين، لكن السعي الشديد ده للرجال فقط. وحديث اخر روى جابر رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا فرغ من الصفا مشى حتى اذا انصب قدميه في بطن الوادي سعى حتى يخرج منها. اذا وصل دي الادله على ادله السعي بين الميلين الخضر اللي هو الاسراء، سعى حتى يخرج منه، فاذا وصل مشى حتى ياتي المروه. ماشي حتى يأتي المروة. من السنن أيضا إنه يقول بين الصفا والمروة، هو يعني الإنسان وهو بيجري بيسعى بين الصفا والمروة يقول رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. ده حديث ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إنه كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا، فهل كلنا نحفظه؟ أقوله تاني، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. ده بيقال بين الصفا والمروة. دي كلها المستحبات اللي الإنسان يفعلها هو يسعى بين الصفا والمروة. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.